وفي مجمل الخدمات العامة ولمناقشة الخطط المستقبلية بمختلف القطاعات، عقد في قائمة مقامية تكريت اجتماع موسع بحضور مسؤولي الدوائر الخدمية والفنية والأمنية. وأكد قائم مقام القضاء أيمن شكر محمود الزهوان أن الاجتماع شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل النهوض بالواقع الخدمي لمدينة تكريت، وسنبذل جهودا من أجل حل جميع المتعلقات التي تخص المواطن وتحقيق طموحاته. بعد تسلم مهام قائم مقام قضاء تكريت، تم عقد اجتماع موسع ضم كافة مدراء الدوائر الخدمية والفنية والأمنية، وتم مناقشة كل الخطط المستقبلية لعمل كفريق لإنجاح ومتابعة المشاريع قيد الإنجاز أو المشاريع الجديدة قيد الإحالة من أجل النهوض بواقع أفضل لمدينة تكريت في المرحلة المقبلة. ونؤكد بأننا اليوم نعمل مع كافة شرائح المجتمع من أجل حل جميع المتعلقات، وأبوابنا مفتوحة أمام جميع المواطنين إن شاء الله.